طفى الخوت على طريقك دايره اللهم غير طريق ديال اليمين ثاني الخوت باش معروفه كتطلع وكتنزل كتطلع وكتنزل. المشكل اللي عندي هو هذيك العجله ديال تحت الرجل اللي كيكون فيها الماء ناطت ليا خوتي. لقيت واحد الدره هو يوصلني حتى عند الدراري مع فاتوني بشحال هيا هاد اللعيبه جايه كتبان لكم مزيان شتو داكشي علاش مكرفص جات في اللاكس ديال الرجل فاليس تحياتي الله يحفظك بارك الله فيك وحسام واش هانيه لا هاسي عندي اوكي سهر على الله والله اخوتي الا جا الضربه جات في وقتها جري يا سلام يلا وصلت لواحد حطني داك الدريف لقص بزاف لا قريب يمين ثاني خطره ما بقى ليا وانا نوصل يمين ثاني جينا دابا نطو واحد القضيه دابا سولت الدراري قلت لهم واش ما كيتسدش هذا الماء قالوا لي هذا الماء دابا تقريبا 13 عام والماء ديما كيتكب اللهم بارك لنا لا لا شي شويه دخل واحد الماء كيدير كي صافي شتو هما لقاو يوميا يوميا والماء ديال الشرق ياك ارتساد سميد بسم الله فوركين اللهم بارك الخوت الله عاصونا وليا الدراري باقي بعاد عليه بشي 8 كيلومتر مول تاكسي شحال تقريبا دابا هما كاينين في واحد جامعة الزيتون داز الزيتون خدي التاكسي نمشي لليمين تانو نتسنى باش حسن تما ولكن راه بالرجل جينا بالحمير شحال تقريبا فيها في الرجل كاين كاين الطريق دابا حسن نمشي لليمين تانو سي محمد تحياتي الله يكبر فيك الخوت واحد الحاجة بعدا بس زوين تفوت الدراري واحد لافوكا اسمح لي اسمح لي سي كنت كحل الله يعطي لدين موك الجل الله يكبر فيك شكرا بزاف المهم نضربوا هاد الفوكه في الماس الدراري الا ما وصلوش راه نزيد الثانيه شحال واحد درهم ها انتما خوت حكيتو على هادو باش معروفين الخوت هادو دغيا كيموتو نهار يومين شتا حاجه في الحياه تقدر تصدق لك الا هما دابا هو واحد الدري كان انا في هذا الاوطيل هذا قال لي زعما جيت ترتاح تما الدراري الخوت راه باقيين في الطريق انا في واحد الاوطيل البسيط دوش شفت واحد الغروب اللي ناضي اتوشكم والله الا اتوشكم بالله العلي العظيم صافي صافي راه وصلتو اخيرا لقينا الحل صباح الخير يلا فقنا النهار كامل اللي دوزنا هنا غير النعاس 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 ماكله والنعاس ما درنا والو حتى هاجر الخوت دابا فقنا بكري شويه المهم بريبارينا انتما كما كتشوفوا كل محلات يلا كيحلوا هنا دابا السبعه يلا ولاو كيحلوا باقي هنا في لوطيل لوطيل على قد الحال جمعنا حوايجنا شو دابا نفطروا ونمشيو لديك الساعه تيقول الحمير حطيناهم في واحد البلاصه اللي امنه كياكلوا تما كيشربوا كينعسوا كما كيقول لها لوطيل ديال الحمير كاينين حمير خرين غتمشيو معايا نشوفو انتو الخوت معاه شافني هو كيهرمط سبحان الله وصلنا حمسكين والله الخوت الى عقل عليا والله شوف المهم انتم الخوت هكا داير زعما لوطي ديال الحمير شتي بوبيس 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 كل احمر عنده اللعيبات ديالو كيحطوا لهم الماكله وكيطلوا فيهم الصراحه نتمنوا الناس اللي يعرفوا الا كاين شي واحد بحال هذا في مراكش احنا خرجنا بوبيس من لوطي الصراحه والله الا ولف ما باش يخرج ليها بيدري اش راك تقول سبحان الله وما باش يخرج ولف يلا زيد ابو بزي زيد ابو بزي زيد شاف واحد ندوى الخوت ما بغاها زيد اخوان بعد 10 ايام ديال الطريق يلا بامكاني لبس الصبر ديالها كما كتشوفوا او ماي جاد مع ديك الجزره اللي كانت عندي هنا دابا يلا برات الحمد لله ناضي كندا هو كيتصناد ديبار داكشي هو هذاك وجهه ان شاء الله هي مدينه مزوده الخوت المهم بقا نتمشاو نتمشاو حتى نعيا شتي انا بوبيز الخوت ما بقيتش كنطلق ليه علاش حيت الداصر كيخرج الشونطي ولكن بوبيز والله ما كاين ما احسن منك اودا بوبيز يلا اخوان واحد القضيه في هاد الجبوله هادو في الخارج ديال ايمين ثاني بحال الا الناس هما اللي قادوهم انتما كما كتشوفوا الشوم ما عرفتوش الناس ولا هما دايرين بحال هكا دايرين بحال الدرجات كاملين بحال هكا اول فيلاج دابا تلاقوا معاه هو هذا
هنا لقيت عارفتي واحد الله حتى كي دايره الطوموبيلات كيجيو من اللور كيفراني بانوا لي شي دراري هنا دابا وكيما بغيتش نعيق صايبي وتصور شتيهم قول لي ما كنتصورش شكون الرياكسيون ديالهم مزيان روح حتى نزل بسم الله بلا نزل نرسل لكم يلا فيلاج غير ماني الاربع ساري الله غارسي غزيف الاربع الا غار اختي تاو انت هاد عليه هذا البيرست عند غيا الله يكتبك هذا روتي كي هضر والله دار روتي ما لا تشي بالاربع والله العظيم روح هذا روتي واخا باب لا يلا زيد كره الفيديو راه هاد لاكيكونا مزيان دخلتو نتوما عارضين علينا ديكوني شي جات اللي ها واه 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 تما خير بسم الله السلام عليكم والله ما توقع هذاك قلت لهم شي دار ولا شي حاجه صدق اوبر اللي واه فيما يوجد اتي نوريكم شي مآثير انا عجبوني داكشي قديم هادشي تحل هذا ولا لا هذا دار معروف عندنا حدا الامازيغ كنلبسوه في المناسبات ولا داكشي انتما شفتو من الصوره شفتو السيف ديال البلاد هذا يقدر يتحل ولا شي انتما شفتو النعسه في هاد الصالون راه واحد النعسه راه غيبوبه ديال بصح هادشي دوماج ما عامر شكون كان عامر كون عملنا فيه ماما واش هنا فين تجيب لينا الفطور هنا جايب لينا داك الفطور الله يخليك الوالدين طبيعه ها الحمير الحمير نقول على بيسين ديال الحمير ويا قال لك السلميه ودي الله يهديك ليك ليا من النعناع والكراس والعسل البلديه الزبده هذيك البلديه مازال عارف وامنوا امنوا انت واللي زعنا بلديه البلديه وهذه زيت البلديه والفرماج الهنديه الميم إيه؟ والميم واحد الوحدة يساوي اثنان نصف هذه الوحدة يساوي أربعة ما هي هذه الوحدة ثمانية ثمانية راه تنشوف الوحدة شنو هي الوحدة مثلا العرام ديال ليتشين الوحدة هو ليتشين كل وحدة كلها إيه؟ تساوي اثنان هكاك فيها اثنين هاد الوحدة ونص ديالها تساوي أربعة تساوي أربعة شوا قريق هنا شنو هي هاد الوحدة هاد العلم الحاج مازال ما وصلنا بوحدة الله عاودها بوحدة الله صافي صافي بسم الله يا بعدي البلعيز وصلنا لواحد الطريق نيشان ما فيها لا طلعه لا هبطه من هنا حتى لمراكش انتما كما كتشوفوا بحال هكا دابا الطريق كثرت المال اللي كاين في هذا الطريق تكون دي فيلاج صغار وتيرا حسام جا لي واحد مول الكاميو هاي قول لينا السلام صدق ركب معاه ومشى هادي زرده 55 مشى دابا علم الله وصال خلينا تقريبا واحد 15 كيلومتر طريق 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 توصلنا دابا لواحد الفيلاج سميتو مجار باقي كنهضروا هنا فهاد المجار امشيو دابا ندوشو ونعسو حيت هنعس راه العيا ديال الاخر ديال لافان صافي ما بيت باقي نديرو حتى الماكله الخوف ما بيت ناكلو